بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أحكي عن موضوع الزوم، برنامج الزوم، كيف ممكن ننزله على جهاز الكمبيوتر البرنامج. طبعا طب نيجي على جوجل، نكتب زوم هون. الآن بيجيني موقع زوم، وطبعا هنا موجود في خيارات، بختار داونلود. طبعا نلاحظ هنا بك مكتوب زوم دوت يو اس سلاش داونلود، بقدر أكتبها حتى أجي مباشرة هون، أو مثل ما أنا عملت في الأول. طبعا من الخيار الاول اللي هو مكتوب، اللي مكتوب فيه العنوان اللي هو زوم كلاينت فور ميتنج، بكبس هون على داونلود. الان هاي البرنامج قاعد بينزل عندي، بنتظر حتى انه البرنامج يكتمل. هاي عند البرنامج اكتمل، بفتح هاي البرنامج هي هون. طبعا انا منزله عدة مرات. الان بدبل كليك على هذا البرنامج، تجيني هذه النافذة، بعمل رن وبنتظر حتى انه يتم يعني تنصيب البرنامج. البرنامج طبعا بسيط، حجمه بسيط يعني. الان هنا خلص انا البرنامج نزل عندي وصار جاهز. وطبعا انا بقدر اعمل جوين ا ميتنج، اني ادخل في لقاء اذا حدا ودالي دعوة، وممكن انا اسجل واعمل لي اشترك يعني في البرنامج، وانا بعدها اقدر اودي دعوات اذا بعمل ميتنج لناس تانية. طبعا اذا البرنامج بدنا نحطه على واجهة المكتب او سطح المكتب، احنا بنقدر يعني نيجي هون على ابدأ. هاي البرنامج عندي هنا، بقدر اجي اكبس هنا لو بينج تو تاسك بار حتى تيجي هون. هاي صار اشارة البرنامج موجودة هون عندي. وممكن انا اذا بدي احطه على قائمة ابدأ، اجي على البرنامج اشوفه في قائمة ابدأ. هاي الزوم، وهي من هنا ممكن انا ايش اعمل، اللي هو اختار بينج تو ستار منيو، فبصير موجود الان هنا. لما اعمل هيك بيكون موجود ايش هون، مثل ما احنا ملاحظين هاي البرنامج موجود هنا عندي، بكبس عليه وهي بتجيني واجهة البرنامج. وطبعا انا كشخص منزل البرنامج بشتري يعني بنتظر اي دعوة بتجيني من اي شخص بودي لي رابط عن طريق الفيسبوك على سبيل المثال، عن طريق الواتس اب، عن طريق اي وسيلة تواصل. من خلال هذا الرابط انا بقدر ادخل على غرفة الميتنج اللي هو عاملها. السلام عليكم.